كيفاش جا الفريق الوطني المغربي هذا نقاش اخر. شنو كيعطي الطاقم التقني؟ انا بالنسبه لي اللي كيعطي المشاكل، لان بدو الزاكي في واحد التصريح قال شبهوا بالافعى حنش. كيجي رونار، كيجي رونار هو من الناس اللي مشاو تفاوضوا مع رونار، من الناس اللي مشاو ناقشوا مع رونار، من هو مع الزاكي هو كيتناقش مع رونار، غير هذه بوحدها كنعتبرها انا من قله المروءه. مشى ناقش مع رونار، جاب رونار، كان يشيد برونار، رونار مدرب كبير الى غير ذلك. فاش مشى رونار بدا كيطعن فيه. دونك انا كنعتقد بانه سيقوم بنفس المهمه مع خليل وزيتش، غيقول لنا انا كنت نقول له ما خصكش تدخل بونو، هو كيدخل بونو، ولا كنت نقول له ما خصكش تدخل المدافع، هو يدخل المدافع. هنا كنطرحوا على المستفل، من اتى